ناصر النيادي وعمر الحجيلان شابان قررا خوض المغامرة وتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في القفز المظلي من نقطة ثابتة من فوق أعلى بناية في العالم، برج خليفة بإمارة دبي. وبالفعل نجح كل من النيادي والحجيلان في القفز من على منصة أعدت لهما في أعلى نقطة من البرج على ارتفاع 672 مترا، ولم يستغرق زمن القفزة سوى دقيقة واحدة ونصف الدقيقة، وبلغت سرعة طيران كل من النيادي والحجيلان 220 كيلو مترا في الساعة قبل أن يصل إلى الأرض بسلام. ويبلغ ارتفاع برج خليفة الذي تسلقه هذان البطلان 828 مترا ويتكون من 200 طابق. خالد حسين، رويترز.